مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ونرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير بسام. مساك الله بالخير قية، ومساء السادة المشاهدين. وراح نستمر معاكم في حلقتنا اليوم ونستعرض ونناقش أبرز المواضيع حول جهود مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. جهود حثيثة ومشكورة لكل مواطن يؤدي واجبه الوطني من مكان عمله في الخطوط الأمامية أو في التزامه المنزل للحد من انتشار الفيروس. جنود البحرين لمكافحة انتشار الفيروس في كل الجهات المعنية، ومنها أيضا الكتيبة الطبية الملكية، وهم جميعا كفاءات وطنية تشارك بكل طاقاتها لحماية مملكة البحرين. قوة دفاع البحرين دائما لها دور فاعل في كل الظروف في الداخل والخارج، في السلم والحرب، وفوق كل دي دورهم السامي في حماية حدود وطننا ومصالح العليا. اليوم كلنا نشهد على الدور الوطني والمشرف للكتيبة الطبية الملكية التابعة لقوة دفاع البحرين في الذود عن الأمن الصحي لكل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن. في حلقتنا اليوم راح نناقش ونستعرض معكم هذه الجهود اللي نفخر فيها كلنا. خلكم ويانا. اليوم العالم يحتفل باليوم الدولي للضمير، واللي صادف 5 أبريل من كل عام. طبعا أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن العالم في ظل التحديات الراهنة وما يعيشه من ظروف استثنائية بحاجة إلى تعزيز التعاون والتكاتف الإنساني على أسس من الضمير الصادق الذي يبث الخير والأمل ويساند المساعي المشتركة للبشرية في النماء والتقدم. وقال السمو رئيس الوزراء إن العالم اليوم يعيش تحولات كبرى لم يشهدها من قبل في ظل ما تواجه البشرية حالياً مع تفشي فيروس كورونا والخسائر الفادحة اللي تنتج عنه، وهو ما يحتاج إلى رؤية مشتركة واضحة تضع هذا أو تضع حد لكل طبعاً ما يهدد الإنسانية من أخطار. ورأى سموه أن ما يعيشه العالم اليوم بعد أزمة تفشي وباء كورونا عزز من الجهود المشتركة والوحدة الإنسانية لمواجهة هذا الخطر اللي ما يفرق بين جنس أو لون أو عقيدة. أكيد. وأكد سموه في ختام رسالته أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص من خلال مبادرة اليوم الدولي للضمير على تقديم رسالتها الحضارية إلى العالم بأنها دولة سلام، وتشارك بإسهام واضح في كل جهد دولي يرمي إلى تقدم الإنسانية ويحقق الأمن الدائم والسلام المستقر. وكذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للضمير، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب. وأكدت رئيسة مجلس النواب أن مبادرة سموه الحكيمة تعد تقديرا دوليا رفيعا
وإشادة أممية عالمية بجهود سموه الحثيثة في دعم ومؤازرة مبادرات الضمير العالمي من أجل المسيرة الإنسانية وإقرار جهود السلام العالمي، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والبركات وعلى مملكة البحرين العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه. وبمناسبة أيضاً اليوم الدولي للضمير، أصدر مجلس الشورى بيان ثمن فيه ما حققته مملكة البحرين من نجاح كبير ومنجزات متعددة في مجالات التسامح والسلام والتعايش وتعزيز حقوق الإنسان. وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بما يتسم به شعب البحرين من روح عالية تجسد أسمى معاني الضمير الإنساني، وخصوصاً في ظل الظروف الصحية الاستثنائية اللي تمر فيها دول العالم بسبب فيروس كورونا COVID-19. وأكد مجلس الشورى كذلك أن شعب البحرين قدم نموذج حضاري للضمير وللإنسانية بما يقدمه من عطاء وأخلاص وتعاضد بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما سيمكن مملكة البحرين بإذن الله من المضي بثبات لتواصل مسيرة التقدم والازدهار بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي. العديد من الشخصيات الدولية المرموقة تتقدم بالشكر والتقدير للمبادرة اللي طبعاً اللي أطلقها سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه للاحتفال بيوم الدولي للضمير. هذه الشخصيات أكدت على أهمية أن يكون هناك يوم دولي يحتفي بالضمير، خصوصاً في ظل المستجدات والأوضاع الاستثنائية اللي مر فيها العالم. خلونا نشوف مشاهدينا إيش قالوا أو إيش قالت هذه الشخصيات عن هذه المبادرة. Szanowni Państwo, mówię do Państwa jako rewolucjonista. Widzicie, co się dzieje w Europie i w świecie. Po upadku komunizmu świat poszukuje rozwiązań. Tamta epoka polegała na podziałach. Kraje wyścigi między sobą robiły. I to powodowało zgubienie wartości i sumienia. I dzisiaj, jeśli chcemy budować nowy, lepszy świat, to powinniśmy iść za pomysłem księcia Khalifa i premiera Bahrainu, którzy mówią, że przyszły świat należy budować na uzgodnionych wartościach i wychować człowieka sumienia. Cieszę się, że tę inicjatywę podjął ONZ, bo jest szansa, że ta zasłużona organizacja razem z Bahrainem dopracuje się rozwiązań, które będą pasowały na nasze przyszłe budowania. On this day of conscience, thanks to the initiative of the Kingdom of Bahrain, let's we all remember the importance of peace for the world community in such times of growing fear, rising tensions and nationalism. More than ever, facing the tragic challenges of the COVID-19 epidemic, we see the necessity of a stronger solidarity, cooperation, and multilateralism. We all have today an obligation to react collectively in a burst of courage to alleviate the suffering of our nations around the world. The International Day of Conscience was approved by the United Nations General Assembly in July 2019. And was promoted by the Kingdom of Bahrain under the leadership by His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa. It is based on the principles of peace and cohesion. Conscience is linked to sustainable development as it promotes the idea of leaving no one behind, thinking before we act, promoting moral and ethical behaviors, understanding the consequences of our own behaviors, stressing individual responsibility to change the world and to do to others what you expect others to do to you. In doing so, it promotes the achievements of the Sustainable Development Goals on the economic, social, and environmental fronts. Any global challenge requires joint, unified, and coordinated efforts, such as the ones that are being carried out today to face the COVID-19 pandemic. And those efforts need to be based on individual commitment and overall conscience
as is being the case in the Kingdom of Bahrain. It is for that reason that we should all join our minds and our hearts in celebrating the occurrence of the International Day of Conscience. وللحديث أكثر حول اليوم الدولي للضمير معنا عبر الهاتف المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. مسي عليك بالخير، وبدنا أن احنا نعرف وياك كيف ترى أهمية تخصيص يوم دولي للضمير خصوصا في هذا الوقت الاستثنائي اللي يعيش العالم كله في ظل تفشي فيروس كورونا والخسائر البشرية الكبيرة الناتجة عنه. أمسي عليك على المشاهدين بالخير، وبداية اسمحي لي أن أشيد بالاستراتيجية الوطنية اللي يعني قامت بها مملكة البحرين فيما يعني بالجائحة الدولية المتمثلة في الكوفيد 19، مشيدا على وجه التحديد يعني حقبة أو حزمة الإجراءات اللي اتخذتها الدولة لدعم المواطنين والمقيمين لمواجهة هذه، وأشيد في الوقت نفسه بالفريق الطبي، الفريق الصحي، الفريق المعني بكل من يواجه هذه الجائحة على مستوى الوطني، رجال الأمن تحديدا ورجال قوة دفاع البحرين. يوم الضمير العالمي يوم يعني مهم جدا. الديباجة الرئيسية للميثاق العالمي لحقوق الإنسان أشارت له في ديباجتها في بدايتها، ولم يتم العمل على يعني التعاطي مع الضمير العالمي على أساس كونه الدافع الحقيقي لإرادة ودافع العمل الإنساني إلا من خلال المبادرة اللي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان في العام 2019، عندما قدمت مملكة البحرين مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، وحظي هذا المشروع بموافقة كبيرة من الأمم المتحدة في هذه الدورة، واعتمد يوم 5 أبريل يوم عالمي للضمير أو يوم دولي للضمير العالمي. هذه المبادرة تمثلت في أو خلينا نقول نواة هذه اليوم تمثل في الخطاب اللي وجهه سمو رئيس الوزراء في أبريل 2019 للفعالية التي أقيمت في فيينا في مقر الأمم المتحدة في أبريل 2019، وكانت بين اتحاد السلام والمحبة العالمي فوبال والبعثة الدبلوماسية الدائمة لمملكة البحرين. وكانت هذه الفعالية هي نواة الانطلاق بهذا المشروع. خلال هذه الفعالية سمو رئيس الوزراء يعني وجه خطاب يعتبر بشكل رسمي الوثيقة الأولى التي تعاطت مع الضمير العالمي على أساس أنه يعني منبع أو دافع رئيسي للسلام والتنمية. في هذا الخطاب وجه سموه أو دعا سموه العالم إلى أن يعني يركز العمل على الضمير العالمي، وأن يعني يقف كل إنسان أو كل فرد وقفة حقيقية مع ضميره، ويؤكد على أن تكون إرادته هي دافع حقيقي لتحقيق السلام والتنمية اللي هي أساس الأمم المتحدة حاليا نترجمها في أهداف التنمية المستدامة. نعم، يعني سعادة المستشار أيضا يعني بما نحن قاعدين نتكلم عن أقوال سمو رئيس الوزراء، أيضا سموه قال في كلمته أن الضمير الواعي هو الأمل لكل الإنسانية في الحفاظ على ديمومة استقرار الأمم والشعوب. كيف نقرأ اليوم إحنا هذا التصريح؟ مثل ما وضحت في مداخلتي الأولى أن إرادة الإنسان تنبع من ضميره. مهم جدا على مدى السنوات، على مدى أكثر من 70 سنة العالم توجه إلى معالجة قضايا السلام والتنمية في العالم على أساس أنها معادلة تنبع من أجهزة معنية بها الدولة ومن مجتمع دولي يتمثل في الأمم المتحدة. سمو رئيس الوزراء يعني لنقل أنه أكمل المعادلة بأن وجه أو ركز على ضرورة العمل على الضمير العالمي، على ضمير الفرد أنه منبع لتحقيق هذه القاية. ما يعني الحروب والنزاعات هي كلها يعني تنطلق من إرادة الإنسان أو إرادة يعني لإنسان لفرد معين، يمكن يختلف بحجم صلاحيته أو مسؤوليته في الدول، لكن متى ما الإنسان ركز
على قضية الضمير الإنساني داخله، فبالتالي رايحة تنعكس بشكل إيجابي. الإنسان هذا نفس اللي إرادته أو ضميره دعا لأن يعني ينزع للحرب أو للنزاع أو لقضايا قد تكون مضرة بالتنمية أو بالبيئة، هو نفس الضمير يعني الذي سوف يسعى إلى تحقيق السلام والتنمية وأن يعني يكون فاعل في جميع القضايا المعنية بحقوق الإنسان، سواء كانت على المستوى الأمني أو على مستوى البيئي على المستوى الاقتصادي. فالضمير يعني مستقبلا أتوقع اليوم أو يعني بعد يومين راح تعقد في الأمم المتحدة فعالية خاصة بإحياء هذا اليوم، ومستقبلا راح نشهد العديد من العمل الذي يعني يؤطر لهذه المبادرة. مستقبلا راح نكون نشوف سفراء للأمم المتحدة للضمير العالمي وممثلين وفاعلين، ومجلس حقوق الإنسان ربما يعني يستحدث بند لمناقشة هذه القضية أو يضعها على أحد الجداول يعني الدائمة عنده. صحيح، يعني احنا طبعا اكيد ناكد على ان الضمير هو الدافع والمحرك الاساسي للبشريه، ونتمنى ان دائما هذا الدافع يحرك الانسانيه والبشريه للخير والسلام. سعد المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ننتقل وياكم الحين مع الزميل بسام اللي راح يستعرض لنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية. طبعا مثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام ان نستعرض لكم آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البحرين، وبنعرض لكم آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى هذا اليوم الأحد 5 أبريل 2020. بلغت الحالات القائمة مثل ما نشوف إلى 265 حالة، ولله الحمد وضع الحالات المستقرة طبعا يبلغ 262 حالة، فيما يعني يبقى 3 أشخاص تحت العناية المركزة ونتمنى لهم طبعا الشفاء العاجل. وأما المتعافين فبلغ حتى اليوم عدد المتعافين 431 حالة متعافاة، وكذلك أيضا عدد الوفيات إلى حد هذا اليوم 4 وفيات، ندعو لهم طبعا بالرحمة والغفران. مملكة البحرين أجرت فحوصات مختبرية لأكثر من 44 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة طبعا بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأحد في مملكة البحرين رصد 12 حالة قائمة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 8 حالات ولله الحمد. هذه كان ملخص اليوم للحالات، ونرجع لك مرة ثانية أرقية. شكرا لك بسام. طبعا ما نقول إلا الله يحفظ البحرين وهلها وديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى يده الله. وطبعا احنا دائما نتمنى ان هذه الأرقام دائما تكون كذي أرقام في تزايد مستمر، لان تكون ان شاء الله فيها إيجابية وفيها ان شاء الله يا رب يعني تفاؤل جميل، ان شاء الله احنا دائما قادرين على ان احنا نكون ضد هذا الفيروس ان شاء الله. فاصل وراجع لكم.
من أول ما ظهر فيروس كورونا على الساحة الدولية تعاملت مع مملكة البحرين باستراتيجية شاملة علمياً وثقافياً واقتصادياً، وهالأمر أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته على جميع قطاعات المملكة. بالتأكيد رقية، وخلال هذا الوقت البحرين كثفت جهودها وبالتنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة من غير تردد بالطبع للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة وانتشار الفيروس في المملكة. بالفعل، وقدرت البحرين عبر جملة من الإجراءات الاحترازية أن تحد من انتشار الفيروس ولله الحمد، وبتكاتف وتعاون جميع الجهات. طبعاً وبين هذه الجهات الرئيسية هي قوة دفاع البحرين عبر الخدمات الطبية الملكية اللي لم تبخل بوقتها ولا بجهدها ولا بطاقم طبي متكامل في سبيل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره. احنا بنتكلم أكثر عن دور الكتيبة الملكية الطبية والحديث أكثر عن دورها وجهودها. يسرنا نكون معانا في استوديو برنامج مجتمع واعي الدكتورة ميسون الذوادي، وهي طبيبة اختصاصية في الصحة العامة والجودة السريرية بالخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين. نمسي عليك بالخير دكتورة، نحييش طبعا في برنامج مجتمع واعي. دوركم مشهود ومقدر في قوة دفاع البحرين على جميع المستويات الحقيقة، ولكن اليوم احنا نتكلم أكثر عن دور الكتيبة الطبية واللي تشارك طبعاً أخوانها وزملائها في بقية الجهات سواء وزارة الصحة وفي فريق البحرين ككل. كلمينا أكثر عن استراتيجية الكتيبة الطبية وشراكتها مع فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا. السلام عليكم، نمسي عليكم أخواني رقية وأخوي أختي رقية وأخوي بسام، ونمسي على أهل البحرين، والله يدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك والحكومة الرشيدة متمثلة في بسيدي رئيس الوزراء اللي كلنا اليوم فرحنا بشوفته، وسيدي ولي العهد الأمين المحتضن للخطة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا. طبعاً دور الخدمات الطبية الملكية أو دور وزارة الدفاع أو الكتيبة الطبية الميدانية هو دور واحد، وهو جزء لا يتجزأ من دور أي فريق وطني. إحنا يعني وزارة الدفاع وتجاربها مع الكوارث هو شيء مو جديد بالنسبة لنا. دائماً عندنا خطط احترازية في أي بلد بتتكلمون عن كوارث بتتكلمون عن قطاع الدفاع والقطاع الصحي. الخدمات الطبية الملكية بقيادة سيدي قائد الخدمات الطبية الشيخ خالد بن علي الخليفة، وفي ظل توجيهاته يعني قمنا باستراتيجية. هذه الاستراتيجية انبنت على استراتيجية قديمة صار لها سنوات، بس اللي صار الحين أن تم تمحور هذه الاستراتيجية لتتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة الفيروس الكورونا. عشان أعطيكم تفاصيل أكثر، رح أذكر على سبيل المثال إحنا عندنا كادر طبي. هذه الكادر الطبي ناس تعالج في الجهة الباطنية، عندنا ناس تعالج في قسم مكافحة العدوى، عندنا ناس تعالج حتى في الصحة الأولية. تم استحداث خطة مبنية على البراهين. هذه الخطة تقوم على تقسيم الكادر الطبي إلى نوعين، واحد نسميه كوفيد والثاني نان كوفيد. الكوفيد بالمصطلح العامي احنا نسميه كورونا. طبعا الأهم جزء في هذه التقسيمه ان احنا ما بنركز بس على الكوفيد وبننسى الناس اللي ما عندهم كوفيد. والنقطه الثانيه وهي الاهم ان الناس اللي بيعالجون الكوفيد يمكن يكونون معرضين ويكونون مصدر للخطر حق الناس اللي ما عندهم الكوفيد، فهذولين يتم تسخيرهم حق المرضى اللي عندهم الكوفيد ومبتعدين تماما عن الطاقم المؤهل لحالات النون كوفيد. فهذه مبنية على خطة عالمية
أثبتت الدراسات نجاحها على مختلف دول العالم. صحيح. نعم. يعني يمكن دكتورة أكيد طبعاً أنتم تقومون بدور كبير جداً مع جميع المتعاملين معكم، ولكن خلينا نبتدي قبل ما نتكلم عن إجراءاتكم مع من هو خارج قوة الدفاع البحرين من الناس، نتكلم عن منتسبي قوة الدفاع. كلمينا دكتورة عن مبادراتكم في إجراء الفحوصات لمنتسبي قوة الدفاع البحرين. أختي فرحتيني بسؤالك. طبعاً إحنا قمنا بمبادرة جداً طيبة. هذه المبادرة هي متماشية ومتلازمة مع الخطة الوطنية وليست بعيدة عنها، لكن هذه المبادرة إحنا فكرنا فيها إن هي يمكن تقلل الضغط على الفريق الوطني اللي يرتكز على التشخيص المبكر لأي مصاب بفيروس الكورونا أو في أي حالة اشتباه. بكل فخر وبتوجيهات ودعم قيادة الخدمات الطبية وسيدي قائد الخدمات الطبية وسيدي رئيس الأطباء الدكتور خالد هو رئيس الخدمات، ورئيس الأطباء الدكتور فهد الخليفة والطاقم الطبي كامل والكوادر الطبية والتمريضية، قمنا بفتح عيادة متخصصة بفحص الكورونا، وهذه العيادة تم الاشتغال فيها تقريبا من خلال شهر، بس تم افتتاحها رسميا خلال أقل من أسبوع. هذه العيادة تم استحداثها عشان تقلل من ناحية أن هي تقلل الضغط على فريق العمل الوطني اللي يقوم على الفحص، ومن ناحية ثانية لأن احنا نولي عناية خاصة لمنتسبي قوة الدفاع البحرين ونعالجهم في البيئة والمناخ اللي متعودين عليه. الخبر الثاني المفرح أن ساعة قبل أنا أحضر الاستوديو تم إعلامنا أن حتى الفحص ولله الحمد بيكون في المستشفى العسكري. جميل. يعني إلى قبل ساعة من حضوري كنا ناخذ هذه العينات ونوديها المختبر الصحة العامة، وأحيانا تاخذ وقت. فالحمد لله احنا هذه المختبر حاليا عندنا تم توفير هذه الجهاز، وان شاء الله من بكره بنباشر استخدامه. نعم، بس اساس ان احنا نتاكد من الاعلان اللي اعلنتي توك دكتوره بان نعم. تم فتح مختبر خاص نعم. في المستشفى العسكري، وذلك لفحص الحالات المشتبه فيها في اصابتها بفيروس كورونا، وهذا اعلان تو صادر من خلال برنامج مجتمع واعي. احنا بنرجع نتكلم اكثر عن جهودكم، خصوصا الجهود الميدانيه، جهود مشهوده الامانه ومقدره ايضا، لكن بنتوقف مشاهدينا الكرام لمتابعه هذا التقرير وراجعين لاستكمال حديثنا مع الدكتوره ميسون الذوادي. خلكم معنا. الصرح العسكري الاول في مملكه البحرين، قوه دفاع البحرين، المؤسسه الوطنيه اللي ضربت اروع الامثله في الدفاع والتضحيه ودعم مسيره البناء والنهضة اللي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى دورها المحوري في الحفاظ على سلامة سيادة أراضي البحرين ومصالحها في الداخل والخارج، يبرز دور لا يقل أهمية عن ذلك في وقت التحديات، وهو دور الخدمات الطبية الملكية واللي ساهمت بشكل فاعل في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن جهود الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس. الخدمات الطبية الملكية شاركت في مواجهة الفيروس بكفاءات علمية وعملية وكوادر مختصة ونخب وطنية، أبت إلا أن تسخر كل طاقتها وكفاءتها للذود عن الوطن وأمنها الصحي وسلامة مواطنيه. الكفاءات الوطنية المنتسبة لقوى الدفاع البحرين تسلحت بالعلم والمعرفة والتجهيزات اللوجستية والتكنولوجيا الطبية الحديثة لتتمكن من أداء دورها الوطني بكل اقتدار، جنباً إلى جنب مع الكوادر الصحية والأمنية التابعة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية. منتسبو قوى الدفاع البحرين والخدمات الطبية نالوا على إشادات ملكية سامية واهتمام واسع من قبل القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين على ما قدموه من جهود حثيثة واهتمام واسع لخدمة الوطن والمواطن والمقيم تحت كل الظروف والأوقات.
أود لك يعني دكتورة بالتقرير اللي شفناه قبل شوي مع مشاهدينا بين لنا أن في أمور كثيرة اليوم يعني قوة دفاع البحرين والخدمات الطبية تحديداً مهيئة ومجهزة بالكامل في أمور كثيرة جداً. نبي نتكلم عن مدى جاهزية هذه المكان. طبعاً الخدمات الطبية الملكية هي كانت أول منشأة صحية في البحرين تهتم بموضوع الكورونا. يعني الخدمات الطبية قامت بورش عمل من تقريباً شهر يناير، من حتى قبل وصول الفيروس إلى البحرين. قام عندنا فريق مكافحة العدوى بورش تعليمية. هذه الورش استهدفت القطاع الصحي والقطاع الغير صحي. غطوا ناس، شريحة كبيرة من المجتمع، من مستشفيات، من وزارات مختلفة، حتى وزارة الصناعة، وزارة الداخلية، الموانئ، وبدأوا يثقفونهم ويعلمونهم نوع من التوعية بالاستعداد. نعم، بالاستعداد، بالتوعية أن شلون إحنا يمكن يجينا مريض الكورونا، شلون إحنا لازم نستعد. هذه كان تقريبا من شهر يناير. بعدين دخلت الخطة الوطنية. الخطة الوطنية طبعا فيها أعضاء ممثلين من وزارة الدفاع. قائد الخدمات الطبية هو نائب رئيس الفريق الوطني لمكافحة الكورونا. قائد الخدمات الطبية أصر على أن الجاهزية في الخدمات الطبية تكون على أعلى مستوى. هناك مراقبة وملاحظة وثيقة أن هذه الجاهزية مستمرة. قمنا على سبيل المثال، تم الإعلان قبل تقريبا 4 أو 5 أيام أن من ضمن الخطة الوطنية تم استخدام 500 جهاز للتنفس. أوكي، طبعا إن شاء الله إحنا ما نوصل لهذه المرحلة، بس هي خطة احترازية. لو احتاجنا لجهاز النفس وفي ناس احتاجوا، أنا لازم يكون عندي كادر مؤهل أنه هو يستخدم هذه الأجهزة. طبعاً أجهزة التنفس هذه عادةً وين مكانها؟ تكون في وحدات العناية المركزة. فوحدات العناية المركزة في كل مستشفى، لو بنقول كم سرير موجود؟ بنقول 10-12، يمكن ما يزيد عن ذي الشيء. لكن حالياً مع هذه الخطط في الخدمات الطبية الملكية تم تدريب 300 كادر طبي وتمريضي اللي هم أصلاً ما يشتغلون في هذه العناية المركزة، وتجهيزهم بحيث أنهم يكونون مؤهلين للتعامل مع هذين المرضى والتعامل مع هذه الأجهزة. وهذا شيء مو سهل، لكن ولله الحمد تم تغطية هذه الشريحة خلال تقريباً 3 أسابيع. نعم طبعاً. نعم. أنا يعني أود أتكلم أكثر عن حتى الجهود الميدانية حالياً اللي تبذل. نعم. بالإضافة إلى أن هناك أيضاً عمل على أرض الواقع تقوم في الكتيبة الطبية. أيضاً هناك مثل ما تفضلت دكتورة، هناك أيضاً مستمرين في وضع الخطط الاحترازية. نعم. والبحرين يعني اللي ميزها يعني في مواجهة هذا التحدي هو وضع الخطط الاحترازية مثل ما تفضلتي، وضع السيناريوهات المسبقة ومحاكاة لحالات مصابة من قبل حتى ظهور أول إصابة عندنا في مملكة البحرين. أنا ودي بس أتكلم معاك يعني دكتورة أكثر عن الجهود الميدانية. إحنا يعني حتى في فترة بسيطة تمكننا في البحرين من بناء مستشفى ميداني متكامل، وهو الواقع هو مركز الحجر، وأيضا هو مركز أيضا تم تخصيص أيضا للعزل. نبي نتكلم عنه أكثر، لكن يبدو لنا في تقرير رقية. يعني أنا كان ودي إن إحنا يعني أول شيء نشوف التقرير مع مشاهدينا وبعدين نرجع حق الدكتورة، لأن أكيد الدكتورة بعدين بتكون عندنا الكثير من الأسئلة نسألك عنها. فخلونا مشاهدينا نشوف وياكم الحين عن قوة دفاع البحرين وتحديدا الكتيبة الطبية الملكية اللي تلعب دور مهم في دعم جهود البحرين لمكافحة انتشار الفيروس. خلونا نتابع وياكم هذا التقرير ونرجع نواصل حوارنا مع الدكتورة بيسون. لطالما كان الاهتمام بالرعاية الصحية
من أبرز مقومات النجاح للدول والمجتمعات، وقد سعت البحرين منذ تأسيس الدولة إلى بناء منظومة صحية متكاملة ومتقدمة، بدأت مشوارها منذ بدايات القرن الماضي وتراكمت فيها التجارب والخبرات حتى باتت في مصاف الدول المتقدمة صحياً ووقائياً على مستوى المنطقة، تمكنت على إثرها من مكافحة العديد من الأمراض والأوبئة الخطيرة التي واجهت المنطقة. وتفاعلاً مع ما تواجهه دول العالم اليوم من انتشار لفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم، تكافح مملكة البحرين انتشار هذا المرض داخل أراضيها وفق إجراءات وتدابير احترازية متقدمة تقوم على خبرات مشهودة وكفاءات وطنية عالية يسندها تقدم تكنولوجي طبي وخدمات صحية وصروح طبية عديدة تغطي جميع محافظات المملكة وتقدم خدمات صحية مجانية لأبناء البحرين وفق معايير متميزة. فهذه المنظومة الصحية الوطنية التي تنعم بها مملكة البحرين لطالما كانت محط اهتمام ورعاية ودعم مستمر من القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، والذي لطالما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لجعل أمن المواطن وسلامته على رأس أولويات المملكة. فقد شيدت البحرين عددا من الصروح الوطنية الصحية ذات الكفاءة الطبية العالية والخبرات الوطنية الماهرة التي عملت على إثراء القطاع الصحي في المملكة، إلى جانب العديد من المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة، وتسندها عدد من المرافق الصحية المتقدمة في القطاع الخاص والتي تهدف جميعها إلى توفير أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار. ومن منطلق هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد المفدى أيده الله للقطاع الصحي في البحرين وما يملكه مجتمعنا من كفاءات وطنية محترفة وتكاتف مجتمعي كبير، تمكنت البحرين سابقا من تجاوز العديد من الأزمات الصحية عبر السنوات الماضية، وستتمكن كذلك من تجاوز هذا التحدي الذي يتعرض له العالم بأسره بعون الله وبتكاتف أبناء البحرين حول راية الوطن وقيادة مليكه المفدى والعمل يدا بيد من أجل منع تفشي الفيروس وتضافر الجهود الوطنية في مختلف المجالات بمتابعة مباشرة وتوجيهات سديدة من قبل سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. إن شاء الله طبعا أكيد راح يعني كلنا إن شاء الله بإذن الله يدا بيد راح نتجاوز هذا التحدي بإذن الله، ما دام عندنا هذه الكوادر الطبية المؤهلة، هذه الجنود اليوم اللي قاعدين نشوفهم في كل مكان في مملكة البحرين، وطبعا تعطونا أروع مثل للوطنية وللحس الوطني العالي. رجع لك دكتورة، وكان عندك انت اللي حابة أتكلم عنه دكتورة، احنا يعني حتى في الفترة الأخيرة بدنا نشوف حتى مقاطع من مواطنين بسوشيال ميديا يصورون المركز الميداني اللي موجود حاليا في منطقة سترة ويشكرون الطاقم الطبي الموجود متمثل قوة دفاع البحرين، ويعني لأكثر من مرة أنا أشاهد هذه المقاطع رقية يعني، وصراحة يعني تغمرني الفرحة وتغمرني السعادة بأن أشوف هذه الجهود اللي موجودة حاليا، يعني هذه يعني مشاركة فاعلة تقدمها الكتيبة الطبية في وضع البروتوكول العلاجي في مملكة البحرين لمواجهة الفيروس. حدثينا عن هذه المشاركة. قبل أحدثك أنا بس عندي سؤال، أنت رحت جزيرة سترة؟ أنا زملائي راحوا جزيرة سترة، أنا يمكن رحت مواقع ثانية، لكن أنا شفت يعني العمل اللي سووه الشباب، يعني التقارير الإعلامية اللي طلعت للأمانة، يعني حتى شفت اللقطة الجوية، يعني لو شفت اللقطة الجوية بتلاحظين حجم
الجهود اللي قاعد تبذل هناك. يعني الكفاية انه هو المنطقة اللي مختارينها تطل على البحر. نعم اوكي، هذه يعني كفاية يعني وجودهم في مكان يطل على البحر والتأثير النفسي نفسيا عليه على الناس. وهو مدروس طبعا يعني، هو اكيد مدروس. نعم. والمستشفى الميداني اللي تم تجهيزه في فترة قصيرة، ونظريا لو واحد فكر فيه يمكن انه ما بيفكر انه يتم تجهيزه في خلال هذه الفترة. المستشفى الميداني يتم الإشراف عليه إداريا وطبيا من قبل قوات دفاع البحرين، متمثلة في سيدي معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد. وهذه اندل على شيء، ادل على مدى حرص وزارة الدفاع أنه يكون لها الدور في أي حملة وطنية، وخاصة إذا كانت مرتبطة بكارثة أو وباء. هذه من ناحية. الناحية الثانية، المستشفى الميداني مؤهل أنه يستقبل تقريباً 3000 حالة، وهذه الحالات على حسب الوضع الحالي تم تقسيم هذا المستشفى الميداني إلى 3 فئات، اللي هما زون A، زون B، and زون C. وهذه المناطق اللي تم تقسيمها هي بعد تم تقسيمها بخطة مدروسة. ليش؟ لأن في مرضى يجون بأعراض، في مرضى يجون بدون أعراض، وفي مرضى يحتاجون يجون مع عوائلهم. حالياً المرضى اللي يجون بأعراض موجودين في مكان، المرضى اللي ما عندهم أعراض في مكان ثاني. في تم تجهيز منطقة حق الأهالي، وهذه لم يتم افتتاحها حالياً لأن للحين ما استدعت الحالة أن احنا نفتتحها. طبعا اللي انا بضيفه، اللي الناس كلهم يعني مو كل الناس شافوه، ان في عياده مخصصه لكل منطقه، وهذه العياده الناس اللي يزورونها مستحيل يتم اختلاطهم لا من كادر ولا من مراجعين من المنطقه الثانيه. كل منطقه لها عياده خاصه فيها. نعم. ولا يمكن لاحد من منطقه اخرى انه هو بالضبط يتردد عليها. نعم. هذه العيادات دورها ان هي تعالج الحالات البسيطه، الحالات العاديه. لكن لو لا سمح الله الدكتور خذ الخطوات، احنا اللي نقولها خطوات وقائيه وخطوات علاجيه اوليه، وهذه ما نفعت وتطورت حاله المريض، هناك ايضا مستشفى مركزي في نفس المنطقة. في نفس المنطقة. نعم. وهذه أكبر، وهذه بعيد أصلاً عن هذين المناطق الثلاثة. نعم. ويتم التنسيق حق نقل هذه المريض بعد تحت الاحترازات والبروتوكولات المطبقة وطنياً وعالمياً، بحيث أن هذه المريض بطريقة آمنة يتم نقله إلى المستشفى. لو لا سمح الله استدعت حالة المريض أنه يروح المستشفى أو أي مكان إلى عناية مركزة، أو مجرد يعني إحنا نقول مستوى صحي أو خدمة صحية ثانوية، هناك أيضا آلية لنقل هذا المريض مع البروتوكولات الـ يعني اللي تضمن صحة وسلامة الناقلين والمنقولين. صحيح. يعني قاعدين نلاحظ معك دكتورة، إذا هناك خطة لجميع المراحل، وفي سيناريوهات متعددة مع كل حالة متوقع أنها تصير. نعم. وهذه اندل يعني ندل أن البحرين اليوم ما شاء الله جاهزة ومستعدة يعني حق أي مرحلة ممكن نصل فيها، وإحنا ما نتمنى أن احنا نصل إلى مراحل متقدمة، إحنا نقول إن شاء الله دائما يكون في وضع مستقر، بل بالعكس نتمنى أن الأرقام تتراجع، وإن شاء الله يعني إن شاء الله بسرعة أن احنا نقدر نعدي من هذا التحدي. أنا قبل ما أختم معك دكتورة، بس إذا تسمحين لي بودي أن تتوجهين رسالة لجميع اليوم متابعين برنامج مجتمع واعي. اليوم الكل يدا بيد قاعد يعني يتكاتف ويعمل معاكم دكتورة، المواطنين. نعم. المقيمين كلهم، لكن أكيد في رسالة معينة أنت حابة توجهينها لهم، فشنو ممكن يقول حق مشاهدينا؟ أحب أقول لهم أخواني وأهل ديرتي، طبعا إحنا ما نغفل عن دوركم. يعني أنا ما راح أقول أنتم مرنا،
ولا راح أقول أنتم مراجعين، إحنا كلنا مواطنين. فيدو القيادة، قيادتنا الرشيدة أولت اهتمام بكم وبصحتكم، لكن الدور الوقائي هو مبني عليكم، مبني على وعيكم وعلى مدى التزامكم. فتحملوا بروحكم، حطوا بالكم على نفسكم، استمعوا إلى هذه الاحترازات والنصائح اللي احنا قاعدين نقدمها لكم، واخذوها اعتمدوها من مصادر موثوقة. وإن شاء الله الله يحفظ البحرين ويحفظكم إن شاء الله، ونعدي هذه الأزمة كلها على خير إن شاء الله. يعني باختصار دكتور نقدر نقول خلكم واعيين، نعم، عشان يكون فعلا مجتمع واعي. يعطيك العافية دكتورة ميسون الدوادي، طبيبة اختصاصية في الصحة العامة والجودة السريرية بالخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين. شكرا لك وعلى حضورك. مشاهدينا ننتقل وياكم الحين في لقطات مباشرة وحية لعملية تعقيم مجمع الأفنيوز التجاري واللي تقوم فيها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. يعني الله يعطيهم العافية، صراحة كل يوم من منطقة إلى منطقة في مملكة البحرين جهود جبارة يبذلونها أو تبذلها وزارة الداخلية بكل إداراتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكل يوم راح نتابع معاكم مشاهدينا الكرام في لقطات مباشرة وحصرية لبرنامج مجتمع واعي عملية التعقيم التي يقوم بها أو تقوم بها إدارة الدفاع المدني مشكورة. مثل ما احنا نلاحظ في هذه اللقطات المباشرة حاليا من أمام مجمع الأفنيوز في منطقة المنامة يقومون بعملية التعقيم، الله يعطيهم الصحة والعافية. ونؤكد أيضا ونذكر مشاهدينا الكرام بأن مجموعة إدارة الدفاع المدني تنضم لها أيضا مجموعة أخرى رقية اللي هم المتطوعين اللي انضموا للمنصة الوطنية واللي سجلوا في المنصة الوطنية للتطوع واللي قدر عددهم من أكثر من 30,000 شخص. نعم. يعني من المواطنين سجلوا في المنصة لدعم جهود البحرين، وهذه صراحة مو غريب عليهم أكيد. يعني وبسام الحلو أن هذه الرقم 30,000 في الساعات الأولى فقط من التسجيل في المنصة الوطنية، يعطيهم العافية. وهذه إن دل على حب الجميع للبحرين الحبيبة، والكل اليوم قاعد يعمل من أجل البحرين ولا شيء غير البحرين. طبعا كنا شركاء، كنا مسؤولين. نلاحظ حاليا عمل التعقيم الدقيقة باستخدام أحدث الأجهزة وأحدث المقتنيات الخاصة في عملية التعقيم. ولاحظ كذلك أيضا يعني مستوى الحذر من قبل هؤلاء الأشخاص، يعطيهم الصحة والعافية. مرتدين يعني الملابس الواقية الضرورية واللازمة يعني ايضا قاعد يرد لنا الان بسام ان الجماعه اللي قاعدين نشوفهم والشباب اللي قاعدين نشوفهم مثل ما تفضلت قبل شوي، مو بهم بس من منتسبي اداره الدفاع المدني، ولكن ايضا من الشباب البحريني المتطوع مثل ما قلنا لخدمه البحرين. وهذا شيء جميل جدا نلمسه في ابناء البحرين، وهالشيء مو بغريب على اهل البحرين. We'll be right back.
ومن منطقة مجمع الإيفن نيوز طبعا والمناطق المجاورة راح ننتقل وياكم مشاهدينا إلى غرفة عمليات الإسعاف الوطني التابع لوزارة الداخلية في لقاء مباشر مع النقيب محمد حمد النشمي من غرفة العمليات، فخلونا نتابع وياكم. طبعا تقوم إدارة العمليات المركز الإسعاف الوطني بتلقي بلاغات من قبل غرفة العمليات الرئيسية 999. تم استقبال مكالمات من قبل متلقين البلاغ، حيث أن متلقين البلاغ يتقنون عدة لغات، ويتم بعد ذلك التواصل من قبل المسعف لمعرفة الحالة الصحية للمريض، ويتم التواصل مع المستشفيات الحكومية الأقرب لمكان المريض. طبعا يتم ارسال سيارة اسعاف المتمركزة في محافظة في مملكة البحرين الاقرب طبعا لحالة المريض، وطبعا هاي الفضل يعود طبعا لرب العالمين اولا، ثم يعود بفضل الى توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الموقر وسيدي سعادة رئيس الامن العام. شكر جزيل طبعا للنقيب محمد حمد النشمي من غرفة العمليات. وطبعا يعني احنا دائما نتكلم بسام ونتكلم عن الجهود المبذولة من جميع المؤسسات الوطنية ومن جميع الأفراد، ولكن لزيادة الوعي والتثقيف دائما احنا ما نلجأ كمجتمع واعي، نلجأ للمصادر الموثوقة، واللي احدى هذه المصادر الموثوقة اللي هي صحافتنا المحلية، وهذا الشيء طبعا من خلال صفحاتها المطبوعه ومنصات التواصل الاجتماعي التابعه لها. طبعا يعني يمكن احنا ناقشنا في حلقه سابقه عن دور الاعلام واهميه الاعلام في مثل هذه التحديات اللي تواجه مملكه البحرين، ونشد على ايديهم صراحه الكتاب والصحفيين في مملكه البحرين على مواقفهم يعني المشرفه في نقل الصوره الحقيقيه لمملكه البحرين. احنا راح نتابع معاكم مشاهدينا الكرام يعني ابرز ما تناولت الصحافه البحرينيه لهذا اليوم مع زميلتنا شوق العثمان، ننتقل لها. اليوم نبدأ المطالعة الصحفية مع صحيفة البلاد تحت عنوان يوم الضمير يسهم بتحقيق تطلعات لعالم يسوده السلام، سمو رئيس الوزراء وضع حد لمعاناة الشعوب الرازحة تحت الحرمان. أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة أن العالم في ظل التحديات الراهنة وما يعيشه من ظروف استثنائية بحاجة إلى تعزيز التعاون والتكاتف الإنساني على أسس من الضمير الصادق الذي يبث الخير والأمل ويساند المساعي المشتركة للبشرية في النماء والتقدم. وقال سموه إن العالم اليوم يعيش تحولات كبرى لم يشهدها من قبل في ظل ما تواجهه البشرية حاليا من تفشي فيروس كورونا والخسائر الفادحة التي تنتج عنه، وهو ما يحتاج إلى رؤية مشتركة وواضحة تضع حدا لكل ما يهدد الإنسانية من أخطار. وإلى صحيفة الوطن اللي عنونت فعاليات محلية وعربية جهود ولي العهد أنقذت البحرين من كورونا، أكدت فعاليات محلية وعربية أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومن خلال قيادته لفريق البحرين الوطني قدم في قيادة الأزمات نموذجا رائعا مبينة أن جهود سموه أنقذت البحرين من فيروس كورونا. وبالانتقال إلى صحيفة الأيام، سفير البحرين لدى واشنطن عودة 86% من البحرينيين في أمريكا. أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة أنه نحو 71 مواطنا بحرينيا قامت السفارة بترتيب إعادتهم إلى البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار إلى أن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة الرعايا في مختلف المدن والولايات الأمريكية، حيث تمكنت السفارة من تسهيل عودة ما نسبته 86% من إجمالي عدد المواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية والدول اللي تغطيها البعثة الدبلوماسية هناك بشكل آمن إلى البحرين. وإلى أخبار الخليج واللي انشرت، بدأ توفير الأساور الإلكترونية لمتابعة الخاضعين للحجر الصحي أو المنزلي. وفي تفاصيل الخبر، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتطويع مختلف التقنيات الحديثة في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد أنه بفضل دعم ومتابعة الفريق الأول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، فقد بدأت الهيئة توفير الدفعة الأولى من الأساور الإلكترونية المساهمة في تعزيز قدرة ودقة تطبيق مجتمع واعي على متابعة التزام الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس بالحجر الصحي أو المنزلي. وأوضح أن الأساور التي سيتم ربطها بالتطبيق إلكترونياً عبر أجهزة الهواتف الذكية تأتي ضمن منظومة عمل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 والرامية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، كما ستعزز من آلية المتابعة اللي تلتزم بها وزارة الصحة مع كافة الحالات، مشيرا إلى أن عملية برمجة وتوزيع ومتابعة الأساور الإلكترونية ستتم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة. مشاهدينا، راح نتكلم أكثر عن دور الصحافة والإعلام خصوصاً في هذه الظروف الصحية، ومعانا عبر الهاتف الأكاديمية والكاتبة الصحفية الأستاذة بثينة قاسم. رحب فيك طبعاً أستاذة بثينة في برنامج مجتمع واعي. طبعاً برنامج مجتمع واعي يعني هو كبرنامج أيضاً أنتوا لكم دور في توعية الناس في الصحافة المحلية من خلال نقل الأخبار ومن خلال كتابة الأعمدة، يعني ما أهمية ذلك في ظل هذه الظروف اللي احنا نعيشها اليوم؟ مساء الخير أستاذ بسام وأختي رقية والسادة المشاهدين الكرام. طبعا أنا أعتقد بأنه الإنسان البحريني أثبت حقيقة في الآونة الأخيرة إزاء هذه الأزمة وعيا وإدراكا كبير جدا في مواجهة خطر كورونا، وهذا الأمر ليس بغريب عليه أصلاً، لأن هذا هو ديدن قيادتنا الحكيمة والناس كما تعلمون على دين ملوكهم. وسائل الإعلام قاطبة، سواء كان تلفزيون، إذاعة، نحن أيضاً ككتاب صحفيين وظفنا كل قدراتنا وكل طاقاتنا في سبيل التوعية المجتمعية. عن نفسي على سبيل المثال كتبت ما يقارب 16 عمود صحفي موزعة ما بين التوعية المجتمعية والتحليل السياسي والتأكيد على أن ميزان الكون بيد الله عز وجل، مهما أوتي الإنسان من قوة وجبروت وعلم. على صعيد آخر أيضا أعتقد بأنه الدروس الاستباقية التي تقدمها لنا وسائل الإعلام البحرينية بكافة منصاتها أمر محمود وأمر مشكور، ونحن نشيد به أمانة، لأن تأخر المصدر الرسمي يعوض عنه بالشائعة، وهذا أمر غير محبب. وأنا أعتقد بأن وسائل الإعلام عندنا في البحرين تخطت أشواط كبيرة جدا في إيصال المعلومة الرسمية بشكل سريع جدا، وهذا أمر يعني غاية الأهمية. نعم نعم أستاذة، يعني بصفتك أيضا يعني أكاديمية، أنا ودي أتكلم معك أستاذة بثينة عن أهمية ودور الصحافة في عملية التوثيق. إحنا اليوم قاعد نشهد يعني تحديات، وقاعد من خلال الأخبار ومن خلال ما تقدم الصحافة من قوالب صحفية مختلفة قاعد نوثق لمرحلة مهمة من تاريخ مملكة البحرين. ما أهمية ذلك على الصعيد الأكاديمي؟ طبعا جميع ما تقوم به المنصات الإعلامية اليوم راح يتم تسجيله غدا في كتب التاريخ ضمن صفحات من نور، لأن احنا ايضا لم نأخذ موقف العاجزين ونتفرج، إنما قدمنا حلولا وبدائل على أكثر من صعيد. على الصعيد التعليمي مثلا كنا سباقين وأعطينا دروس بأن احنا وفرنا بدائل ووفرنا منصات تعليمية لأبنائنا الطلبة، وأعتقد بأنه كثير من الدول المجاورة ستستقي ذلك درسا لها في المستقبل.
على الصعيد الإعلامي أنتم زملائي أيضا كانت لكم ولا تزالون وقفة مشرفة لن تنسى أبدا، وأعتقد بأن الأجيال القادمة ستتذكر ذلك. كنتم سباقين وكانت لكم حقيقة مواقف مشرفة، وكل هذه الأمور ستوثق، يعني الآن ما في شيء يستخبى، جميع هذه الأمور موثقة، وسائل التواصل الاجتماعي، العالم الافتراضي، كل هذه الأمور موجودة، والتوثيق عملية مهمة جدا، خصوصا أن هذه أزمة، والأزمات يجب على الجميع معرفة آلية احتوائها وآلية احتوائها على أكثر من صعيد، سواء على الصعيد الحكومي الرسمي أو حتى على الصعيد الأهلي. دعني هنا نعم شكرا لك أستاذة بثينة قاسم الأكاديمية والكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لك. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة، التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا حقوق الإنسان في مملكة البحرين ثقافة أصيلة رسخها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الله يحفظه، وممارسة راسخة نشوفها كل يوم بشكل واضح وجلي في مختلف جوانب الحياة. أكيد طبعا بسام، وفي هذا الجانب ما غفلت البحرين عن حقوق المحكوم عليهم أيضا، نفس ما شهدنا طبعا العفو الملكي عن عدد كبير من المحكوم عليهم، واللي أكد حرص جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه على تعزيز حقوق الإنسان وفق المبادئ الدولية، وأيضا تقديم كافة الرعاية والاهتمام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية وسلامة المحكوم عليهم. عشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع راح تكون معنا في الاستديو الأستاذة ماريا خوري، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. مساك الله بالخير أستاذة ماريا. مرحبا، يا هلا وسهلا فيك أستاذة ماريا. يعني بدايتنا بنتكلم وياك عن زيارة اليوم لمركز الإصلاح والتأهيل، نبي نشوف شلون بدت يعني نتيجتها من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. شكرا جزيلا لكم طبعا على جهود الجميع، سواء أطباء أو إعلاميين أو جمهور متطوع، رجال الأمن، الدفاع المدني في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر فيها البحرين. زيارتنا اليوم إلى مركز الإصلاح والتأهيل ليست بغريبة يعني على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأن قانون المؤسسة أتاح لها وسمح لها بزيارات معلنة وغير معلنة إلى أماكن الاحتجاز والإصلاح والتأهيل وأدور الرعاية وأي مرافق أخرى يكون فيها هناك أي نزيل أو شخص يعني قد نشعر أنه في هناك مجال لانتهاك حقوق الإنسان. لكن الزيارة اليوم بالذات كانت لنتأكد ولنستخدم ولايتنا الواسعة في التحقق من أوضاع حقوق الإنسان، فكانت استثنائية بطريقة أن نحن نرى عن قرب وعلى أرض الواقع ما يجري فعلا من إجراءات احترازية ووقائية، سواء للنزلاء بالدرجة الأولى وأيضا للرجال الأمن الذين يقومون بعملهم ودورهم أيضا في هذه الأماكن. فما وجدنا وما رصدنا أن كل ما الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المركز تطابق أعلى معايير الحفاظ على حقوق الصحية للنزيل وحقوق الإنسان متماشية في نفس الوقت. زرنا الوفد اللي راح من المؤسسة، زار المركز الصحي، التقى مع النزلاء، شاهد ما يقوم من إجراء من أخذ مسحة
للتأكد من وجود أو من عدم وجود الفيروس في الشخص. ولله الحمد يجب أن أتوقف هنا وأذكر أن لا توجد أي إصابة في أي من مراكز الاحتجاز وفي البحرين، لا يوجد الحمد لله. كل ما تقوم به الجهات المعنية والدولة من إجراءات احترازية هو للوقاية. نعم، تسبق وأكدت أيضا أستاذة ماريا أنه لا توجد أيضا إصابات في مراكز الإصلاح والتأهيل. أيضا يعني باعتباركم يعني أيضا من الضمانات التحقيق يعني مستوى عالي من ممارسة الحقوقية في مملكة البحرين. نعم. وخصوصا في حق أيضا النزلاء، هؤلاء النزلاء هم أيضا لهم حق كذلك، ولكن من خلال يعني زيارتكم لمركز الإصلاح والتأهيل كيف رأيتم الاستجابة من الإدارة، إدارة إصلاح يعني إصلاح والتأهيل، وكذلك أيضا من قبل يعني من حيث الخدمات المقدمة يا أخوي بسام، وليس في الوضع الاستثنائي يعني نتكلم حتى بشكل عام يعني يا أخوي بسام، هذا واجب وطني على الجميع. نعم. فيعني ما فيها أن كيف وجدنا يعني ردة الفعل، هذا واجب وطني مننا نحن كحقوقيين ومن رجال. نعم. الأمن ومن النزلاء أيضا. نعم. يعني هم أيضا يدركون أهمية هذا الواجب الوطني للالتقاء منا، وأيضا رجال الأمن والمسؤولين عن إدارة هذه المراكز للتجاوب معنا لإظهار الصورة الحقيقية الصادقة لما يحصل. نعم. هذه ليست أول زيارة ولن تكون الأخيرة، نحن خلال الأسبوع الخميس الماضي أيضا كنا في مركز آخر لنتحقق من إجراءات يعني الوقائية التي تحصل، وما وجدنا أن لا ينقل أي نزيل إلى مركز الإصلاح والتأهيل إلا بعد أن يتم فحصه. نعم. والتأكد من خلوة الحمد لله من المرض أو من الفيروس، وأيضا بعد إجراء الفحص والتأكد من خلوة يقضي فترة 14 يوم أيضا وقاية قبل أن ينقل إلى المركز. هذا شيء. أي نزيل يفرج عنا ولله الحمد أيضا إذا أنهى فترة عقوبته أيضا يخضع للفحص. نعم. يعني فهذه يعني يعني إيجابية قبل الله يختلط مع المجتمع. نعم. أيضاً إيجابية مميزة جدا. ولا بد أن نشير يا أخي أيضا أختي يعني رقية في هذه المناسبة أن هناك حكمة من جلالة الملك الله يحفظه، ورؤية ثاقبة. نعم. إنسانية قبل أي شيء، هو أول من اتخذ قرار العفو الملكي عن 901 نزيل ونزيلة قبل أن أي دولة أخرى. اليوم نحن نسمع أن بريطانيا أخلت سبيل 4000 سجين. نعم. لكن البحرين من متى أخلت العفو الملكي 901؟ وهال 901 كلهم خضعوا للفحص قبل إخلاء سبيلهم. البحرين دائما سباقة في الأمور الإنسانية ولله الحمد. لأن مثل ما تفضلت في بداية اللقاء، البحرين متأصلة بحقوق الإنسان من أعلى الهرم. صحيح. نعم. يعني إحنا لازلنا مستمرين معك أستاذة ماريا، ولكن هناك تقرير أعده لنا الزملاء في الإعداد، لنتابعه ويا مشاهدينا ونرجع ونستكمل معك الحديث إن شاء الله. حسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية حيال فيروس كورونا في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو، وعلى سبيل المثال تم إيقاف الزيارات للنزلاء وأهاليهم للحفاظ على سلامتهم، وتم إعطاء المحاضرات التوعوية والإرشادية للنزلاء والأفراد حيال فيروس كورونا، وتم أيضا العمل على تعقيم جميع مباني ومرافق
المركز بشكل يومي، وتم توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوات النظافة بشكل يومي للنزلاء والأفراد للحفاظ على سلامتهم الصحية داخل المركز، وتم توفير أجهزة قياس درجات الحرارة لجميع مداخل المركز والبوابات الموجودة. في حال دخول أي فرد من خارج المركز يتم قياس درجة حرارته ويتم إعطائه الأدوات الصحية اللازمة من قفازات ومواد معقمة وكمامات عند دخوله داخل المركز. أضف إلى ذلك دخول النزلاء الجدد يتم فحصهم عن فيروس الكورونا ويتم عزلهم في مبنى مخصص لمدة 14 يوم، وبعدها يتم فحصهم مرة أخرى عن فيروس الكورونا للتأكد من سلامتهم الصحية عند دخولهم واختلاطهم بباقي النزلاء. بعد الزيارة التفقدية التي قامت بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جو للإطمئنان على سير الأعمال الاحترازية والمتعلقة بفيروس كوفيد-19 كورونا، اطلعنا على جميع الإجراءات من دخول البوابات إلى حتى نهاية العيادة الطبية في سجن جو. الإجراءات كانت جدا ترتقي إلى يعني أن تكون مثالية، العيادة مثالية في الكشف والفحص الدوري واليومي للنزلاء الموجودين، النظافة والتعقيم في جميع المباني حسب اللي شفناه أنها كانت جدا ممتازة وترتقي إلى يعني المثالية أيضا. نتمنى أن الجميع يستسقي المعلومات يعني من المؤسسة الوطنية في حال وجود أي سؤال أو أي شكوى من أي منظمة سواء داخل البحرين أو خارج البحرين. ومن ضمن الإجراءات الاحترازية أيضا تم منع الزيارات للنزلاء وتعويضها بالاتصال المرئي المباشر. قامت المؤسسة هذا اليوم بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة الجو للوقوف على التدابير الاحترازية اللي تم اتخاذها من قبل إدارة المركز تجاه النزلاء، ووقفنا بصراحة على أرض الواقع على جميع التدابير اللي تم اتخاذها، وفعلا أنها تدابير ترقى لمستوى عال جدا ولمستوى دولي سواء بالنسبة للنزلاء أو بالنسبة للكادر الرسمي الموجود أيضا في المركز. وشهدنا بعيننا الإجراءات والتدابير اللي تم اتخاذها من حيث الفحص ومن حيث ارتداء الكمامات ومن حيث ارتداء القفازات للجميع العاملين أيضا في هذا المركز. وشهدنا أيضا إدارة الدفاع المدني وجودها في تعقيم أيضا جميع المباني، وبصراحة هذا شيء يحسب للمركز، يحسب لوزارة الداخلية وحرصها على سلامة جميع النزلاء. وأيضا فيما يتعلق بالأمر السامي لجلالة الملك الله يحفظه فيما يتعلق بالعفو الملكي في حدود تقريبا 1500 نزيل، أيضا تم فحصهم جميعا قبل مغادرتهم المركز، وهذا أيضا شيء يحسب أيضا في أن العناية والرعاية ليست فقط
بمن هو قادم أو نزيل الجديد، إنما حتى بمن يطلق سراحهم أو يمسهم العفو أو ينهون أيضا مدة المحكومية، أيضا يعني يخضعون لفحص الكورونا وفحص الإصابة من هذا المرض. وهذا أيضا شيء يحسب أيضا للوزارة ويحسب أيضا للقيادة ويحسب للسياسة العامة للمملكة فيما يتعرض أو فيما يتعلق بالحفاظ على مواطنينها أينما كانوا ومن جميع الفئات. نعود مجددا بعد هذا التقرير ونستكمل حديثنا مع الأستاذة ماريا. أستاذة، طبعا شفنا هذا التقرير. نعم. وبين لنا التقرير يعني الإجراءات المتخذة والتدابير في مركز الإصلاح والتأهيل، وهذه كانت زيارتكم، زيارة المؤسسة للمركز للوقوف على هذه الاستعدادات والوقوف على هذه التدابير. أنا من وجهة نظري أن التقرير يعني أتى بعد للرد على بعض يعني خلينا نقول الشائعات التي يتم ترويج لها، وهي عادة الشائعات تخرج من يعني أصوات يعني نشاز لا تريد الخير لمملكة البحرين، وهذا أمر مؤسف ويحزننا الحقيقة، لأنه يتم استغلال الأزمات بهذه الطريقة يعني الغير إنسانية، ويعني يتم خلط الأوراق بهذه الطريقة، وأمر يعني خلينا نقول عنه مثل ما قلت غير إنساني. وبالتالي أيضا من خلال المؤسسة تقومون بإصدار هذه التقارير على المستوى المحلي، لكن أيضا على المستوى الخارجي، أيضا كيف يتم إيصال صوت المؤسسة إلى الخارج؟ طبعا أريد أوضح أن نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان معينين من قبل سيدي جلالة الملك، فنعمل بمصداقية وفق الثقة الملكية. فالكلام، البيانات، الأخبار التي تصدر عن المؤسسة يجب أن تعكس هذه الثقة الملكية. فهذه دعوة من هنا مرة أخرى للجميع ليستقوا المعلومات، سواء منظمات خارجية ولا داخلية ولا أفراد، المعلومات من مصادرها. هناك أكثر من مصدر للأخبار وللمعلومات، المؤسسة واحدة منها. هناك أمانة عامة للتظلمات، هناك مركز الاتصال، هناك وزارة الإعلام، هناك مواقع وزارة الصحة. لكن شيء ثاني اللي أريد أقوله، لا يوجد أعتقد أسوأ من نشر إشاعات وأخبار غير صادقة، هو استغلال ألم الآخرين لبث الزعزعة. يعني إذا والدة نزيل تسمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك انتشار للوباء أو مرض في واحد من المراكز، شنو ردة فعلها؟ ما يحسون يعني هم معها؟ تتابعون هذه الإشاعات؟ نتابعها طبعاً. أنا في شهر مارس فقط رصدت 40 خبر، ما أحب أستخدم كلمة يعني غير صادق، غير صحيح، غير صحيح. شنو أهدافهم عادة هؤلاء اللي يعني زعزعة الأمن؟ نعم. البلبلة، المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، يعني دائما أنا أقول ويؤسفني يعني أن أيضا أقول ما لقوا في عيب في الورد، قالوا عنا أحمر الخدين. يعني إنزين، نحن نسير بخطى ثابتة نحو الأفضل. نحن منذ يعني تقرير بسيوني ونحن لم ننظر إلى الخلف. هناك آليات وطنية يعني وضعت، والمؤسسة الوطنية كانت قبل تقرير بسيوني، لكن هناك آليات وطنية موضوعة للتصدي لهذه الشائعات، للتعامل معها. أتمنى من أي واحدة من المنظمات سواء داخلية ولا خارجية أن تلجأ لإحدى هذه الآليات الوطنية للحصول على معلوماتها. مثلا أنا أقول لك، نحن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هناك الأمانة العامة للتظلمات، هناك وحدة التحقيق الخاصة المعنية بالتحقيق في أي ادعاءات سوء معاملة، عندك مفوضية تفتيش أماكن الاحتجاز، مفوضية السجون وأماكن الاحتجاز، وعندك أيضا مكتب المفتش العام لجهاز الأمن الوطني. كلها آليات وطنية معنية ب
عكس الحقيقة وإصدار تقارير صادقة. ويمكن استقصاء المعلومة من هذه المصادر. استقصاء المعلومة منها، يعني نحن نعمل داخلياً وخارجياً. التحدي كبير. يعني نتكلم عن منظمات معروفة، دولية معروفة، تصدر تقاريرها بصفة دورية كل 4 شهور أو سنوياً. هو ليس موضوع الآن، يعني الموضوع نحن طبعا الإجراءات الاحترازية في مراكز الإصلاح، لكن حصل حاجة في شهر سبتمبر من 2019، نحن أصدرنا تقرير وذهبنا إلى مراكز الاحتجاز وأصدرنا عن الحرية الدينية، لكن لم تشر إليه أي واحدة من هذه المنظمات. يمكن إذا تسمحي لي أستاذة، يعني بعض يعني من خلال متابعتنا أيضا كرصد يومي ومتابعة يومية من قبل فريق الإعداد في البرنامج، ننظر لبعض هذه الشائعات أنها يعني تنطلق، يعني توهم الناس بأنها تنطلق من واجب وطني، وأنا مثل ما قلت هي أصوات يعني نشاز، يعني لا تمثل يعني مملكة البحرين بالتأكيد، يعني توهم الناس بهذا الأمر، لكن هي ما تدري أنها قاعدة تضر المجتمع البحريني، واللي هم يقولون إن إحنا أهلنا وأهلنا في البحرين، ويعني وهاي كلها طبعا شائعات غير صحيحة. ما يدرون انهم اصلا قاعد يضرون جهود مملكه البحرين وقاعد يضرون اهلهم في مملكه البحرين. يعني يمكن بس ممكن اذا تتفقي معي استاذه ماريا، يعني ممكن ان احنا دائما نطالع الجانب المضيء، نطالع الجانب الايجابي اكثر ما نطالع يمكن في الخلف، او نطالع الجانب السلبي مثل ما تفضلتي، دائما نمضي قدما. ولو بغينا نتكلم اكثر يعني في هذا الجانب الاحترازي، يمكن في التقرير شفنا مع مشاهدينا ان من احد هذه يعني الامور الاحترازيه اللي صارت دردشنا فيها تحت الهواء، ان حتى منعت الزيارات يعني خوفا وخشيه على النزلاء، وتم استبداله بالاتصال المرئي. البحرين من أوائل الدول التي علقت الزيارات في مراكز الاحتجاز، ومثل ما تفضلتي استبدلوها بالتواصل المرئي، خاصة في المباني الجديدة الآن اللي موجودة في منطقة جو. هناك مباني جديدة صممت على يعني أرقى المواصفات الفنية التي تليق بحقوق الإنسان وبأماكن مكوث النزلاء. الاتصال المرئي، كبائن الاتصال، أماكن التغذية، المركز الصحي، وهذا يعني شيء مهم جدا لأنه يحمي النزيل ويحمي أهله. هذا شيء يعني يجب أن نتخذ مثل ما تفضلتي الصورة الإيجابية له. اللي أحب أضيفه أيضا أن بعض الأصوات صار لها فترة تتكلم وتقول عن الرعاية الصحية. أنا أفتكر أن أكبر امتحان للبحرين الذي نحن نمر فيه الآن هو الرعاية الصحية. يعني أثبتت البحرين بقيادة سيدي ولي العهد في هذه الأزمة الطارئة التي نمر بها أن هناك بنية تحتية قوية صحية. مراكز الاحتجاز لا تختلف عن البنية التحتية الأخرى في الرعاية الصحية. كل نزيل يجب أن نتكلم بصراحة، المؤسسة لن تسكت إذا كان هناك خلل. نحن دورنا، نحن مكلفين من جلالة الملك أن نقول أن هناك هنا شيء إيجابي، هناك شيء غير إيجابي، علشان نصححها إذا كان هذا، ونلاقي كل ترحيب من الأخوان سواء كانوا في الداخلية ولا في الصحة أو في التربية أو أي جهة كانت. كل نزيل له ملف صحي خاص به، خاص فيه. كل نزيل يتلقى الرعاية، فحص طبي حتى لو ما كان في أزمة كورونا. الآن لازم يمر بفحص طبي كامل قبل أن يدخل مركز الاحتجاز أو لقضاء العقوبة، يروح معاه ملفة لنفرض أنه استجد حالة صحية عليه في مركز الاحتجاز، يعرض يعني في 3 مراحل، يعرض في المركز أول، إذا المركز وجد أنه لا يستطيع علاجه يحيل إلى العيادات الطبية الخاصة بوزارة الداخلية اللي هي نسميها في القلعة. بعد ذلك لنفرض أنه كان يحتاج إلى رأي استشاري، أين مكان الاستشاري؟ سواء كانت في مستشفى الحكومة، في المستشفى السلمانية، أو المستشفيات الأخرى المجاورة، يتم إحالته إلى الاستشاري. وعندنا قصص كثيرة يحظى برعاية طبية متكاملة لازم ومجانية.
نعم بالتاكيد استاذه ماريا احنا نشكرك على حضورك معنا اليوم. الله يسلمك. لا شك انه يعني من خلال هذا اللقاء يعني وضحت العديد من الامور. الله يسلمك. وطمنتينا للامانه يعني ايجابيه ودائما جانب مضيء الحمد لله. لله الحمد. ونشكرك استاذه ماريا خوري رئيس المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان، شكرا على تواجدك معنا. شكرا لكم. إذا مشاهدينا الكرام نطلع معاكم في هذا الفاصل ونعود لاستكمال بقية فقرات البرنامج. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الشغف؟ رغبتي المتواصلة في أني أرسم لوحات ما تنتهي، لكن حلم وشغف كل شخص ممكن ينتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مريم أعاني من نقص المناعة، الموضوع اللي يخلي انتقال الفيروسات لي سهل إذا اللي حواليني ما أخذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. من اليوم الأول تعاملت البحرين مع فيروس كورونا بشفافية مطلقة موثقة بالأرقام والإعلان، وقد أثبتت فعاليتها وطبعاً فعاليتها المدعومة بالإجراءات الوقائية على المستوى الوطني واللي كان لها أفضل الأثر على حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه الصحي. بالتأكيد رقية، وكان النجاح الأكبر في الوعي المجتمعي الكبير والتآلف في الفكر بين القيادة والشعب، وهو الأمر اللي أسهم لله الحمد في محاصرة هذا الفيروس والتصدي له ومنع انتشاره. وفي لقطات يومية مباشرة ترصدها لنا كاميرا الإعلام الأمني المتواجدة حاليا في عدد من مدن المملكة، ترصد لنا مدى التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها طبعا قيادة المملكة. إيش رأيك رقية مع مشاهدين الكرام تشوف هذه اللقطات اللي ترصدها كاميرا الإعلام الأمني لشوارع مملكة البحرين؟ لتثبت فعلاً وعي شعب البحرين. بالتأكيد طبعاً لاحظ يعني من خلال هذه اللقطة، وهو يعني عادة ما يكون هذا الشارع يعني مزدحم. وفي العديد من السيارات والناس. نعم. في يعني تقريباً في جميع الأوقات، لكن إحنا نشوف مدى الالتزام فعلاً بهذا القرار. هو التزام صاير يعني من وازع داخلي، يعني صاروا الناس بروحهم حابين ان هم بدون ما يكون في شيء يجبرهم على ذي الشيء، هم من نفسهم حابين ان هم يلتزمون بهذه الارشادات بهذه التعليمات، لان فعلا اللي اليوم قاعدين نشوفه بسام من جهود كبيره قاعدين يبذلونها جنود الصف الاول، يعني نريد ان نقف فعلا بجانبهم، نريد ان يكون يدا بيد معهم من خلال جلستنا في البيت، من خلال التزامنا بالإرشادات بالتعليمات، إحنا فعلا قاعدين نساعدهم، إحنا فعلا قاعدين نحقق هذه الأرقام الإيجابية ولله الحمد. وبهذه طبعا الجهود والتكاتف الجميل ما بين جميع يعني فئات المجتمع البحريني، ولله الحمد إحنا قاعدين نشعر بحالة من الاستقرار، بحالة من الأمان، الله يديمها علينا إن شاء الله يا رب. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الأمومة؟ لهفتي وسعادتي وأنا أشوف ولدي يكبر قدام عيوني، لكن لهفة وسعادة أي شخص ممكن تنتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مخالد وهذه طفلي الأول، وبالعادة الأطفال ما يكون عندهم إدراك كافي لحمايتهم، واجبنا إحنا نحميهم. حياتهم حق، عاملها كأنها حياتك.
ورح نوقف الحين مع مجلس النواب مع ممثلين الشعب في العملية الديمقراطية في مملكة البحرين. طبعا يقوم مجلس النواب دور كبير في هالمرحلة وهذا التحدي اللي احنا نمر فيه للحد من انتشار فيروس كورونا. صحيح بسام، طبعا مجلس النواب يحمل في تركيبته شخصيات متخصصة ودائما هذه الشخصيات تكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على مكتسبات الوطن والارتقاء فيه إلى أعلى المراتب. وعشان نتكلم أكثر حول الدور اللي يلعب به المجلس في هذه المرحلة، يسعدنا أن يكون معنا سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالمجلس. حياك الله معنا ومساك الله بالخير سعادة النائب. مساك الله بالخير أختي رقية، ومساك الله بالخير. مسألك بالخير طبعاً، وسعيد جداً بتواجدي معكم اليوم. إحنا الأسعد طبعاً. أكيد اليوم سعادة النائب مجلس النواب له دور كبير وله مساهمة فاعلة في هذه الظروف الاستثنائية اللي قاعدة تمر فيها مملكة البحرين والعالم بأجمع. نبي نتكلم عن هذه الدور. يعني إحنا بداية إحنا نتكلم عن أزمة ونتكلم عن حالة استثنائية تمر فيها مملكة البحرين كما يمر فيها العالم بشكل أكبر. لكن للأمانة إحنا نتكلم عن قيادة حكيمة، نتكلم عن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، اللي قدم نموذج يحتذى به في كل دول العالم على جميع الأصعدة. نشوف المجهود الكبير اللي بذل سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه مع فريق البحرين يمكن من قبل بدء الأزمة في وضع خطة، في وضع استراتيجية للعمل على كل الأصعدة. اليوم هذا العمل المؤسسي الرائد في نوعه اللي شهدناه من خلال الانسجام ما بين جميع السلطات في مملكة البحرين، نتكلم عن السلطة التشريعية بشقينها إن كان مجلس النواب إن كان مجلس الشورى، وأيضا بالسلطة التنفيذية في مملكة البحرين. فرأينا انسجام كامل واندماج في مصلحة، أول شيء مصلحة كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين. فكان هذه هو الهدف من السياسة العظيمة اللي انتهجتها قيادتنا الحكيمة في مملكة البحرين. إني نتكلم عن ما بعد ذلك، نتكلم عن تصريحات كبيرة شهدناها من دول عظمى احنا حسبناها ان اي دول عظمى سابقا من قياداتها، لكن لما احنا نشوف تصريحات قيادتنا الحكيمة، نشوف زيارات سيدي جلالة الملك لما استضاف او هو قام في الاجتماع اللي كان مع الحكومة، شهدنا فيه تحرك كبير على اعلى سلطة في مملكة البحرين في بث الامن والامان والطمأنينة لكل من مقيم وافد والمواطن في أرض مملكة البحرين. البحرين هي تاج الوطن، فإذا كان سياسة سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه وسياسة سيدي ولي العهد ورئيس الوزراء حفظهم الله أن البحريني هو أولا، فكل شيء بيكون بعد ذلك. تدرجت الأمور، يعني تدرجت الأمور والاستراتيجية اللي وضعها سيدي ولي العهد وفريق البحرين. بنتكلم في البداية ككوادر طبية والخطة اللي كانت للكوادر الطبية في احتواء المرض. أتذكر أنه كان في اجتماع قبل شهرين ونص من اكتشاف أول حالة في مملكة البحرين، كان اجتماع مع سيدي ولي العهد وتكلم بأن فيروس كورونا قادم للبحرين، فشنو الاستعدادات وشنو الخطة وشنو الاستراتيجية. فكان خط دفاعنا الأول في مملكة البحرين في الطرق الاستباقية نسميها اللي قامت بها الكوادر الطبية الجيش الأبيض في مملكة البحرين من أخذ عينات ومن أخذ أساليب في الاحتياطات سبقنا فيها دول كثيرة. اللي أصبحنا اليوم أن الكل يشيد بخطوة متقدمة قدمها الكادر الطبي في مملكة البحرين. بموازاة ذلك سعادة النائب، يعني أيضا شفنا جهودكم في مجلس النواب من خلال تقديم العديد من المقترحات، ومن كذلك من خلال استقبال أيضا مشاريع بالقوانين المتعلقة بمعالجة هذا التحدي وتبعات هذا التحدي، وأيضا بحكم قربكم أيضا كممثلين للشعب، قربكم من الناس ومن الجمهور الكريم خلال هذه الفترة تحديدا، أيضا لربما تتلقون العديد من الاتصالات والعديد من الاستفسارات. ولكن يعني تذكرت مسألة اللي هو الانسجام بين السلطات، أيضا هذا الانسجام انعكس أيضا على تناقم بين يعني الإجراءات اللي اتخذتها مملكة البحرين وحكومة مملكة البحرين، أيضا يعني مع الشعب ومع المواطنين مع المقيمين. يعني شلون شفت هذه التناقم، شلون شفت الوعي الناس واستجابتهم لهذه الإجراءات؟
أخوي بسام، يعني إحنا يمكن قلت لك أن هناك في تكافل وانصهار ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. في صناعة القرار السياسي تطلب جهد من قبل السلطة التشريعية في مملكة البحرين في سن تشريعات وقوانين تتماشى وتتعامل مع هذه الفترة. شهدنا لو نتكلم عن كان قانون التطوع، قانون التطوع لقوة الدفاع مملكة البحرين، بمجرد وصول عندنا أعتقد أن كانت الأغلبية العظمى لو كان حاضر 40 نائب في هذه الجلسة 40 يصوت، لأن الكل كان يبي يقدم نفسه قبل أي شيء ثاني حق مملكة البحرين. فكان هناك يمكن كان يثار لغط على مادة من المواد بأن يتحمل في القطاع الخاص 30% من راتب المتطوع. كان في لغط أنه محتمل لا، لابد أن الحكومة تطوع. تفاجأنا بأن التجار كانوا يعني يذكرون بأن احنا مستعدين نتحمل 100% هذه البحرين. فهذه الروح اللي احنا لمسناها احنا كسلطة تشريعية في سن بعض القوانين. نتكلم عن الأسبوع الماضي لما يعني من الخطوات الاستباقية اللي احنا نتكلم عنها السيد ولي العهد حفظه الله ورعاه، يعني كانت استراتيجية الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين. فكانت هناك حزمة من المشاريع الاقتصادية، ومنها كان اللي هي دعم رواتب القطاع الخاص البحرينيين. فيانا القانون ل 215 مليون دينار بحريني يدعم الرواتب لخلال الثلاث شهور الماضية. هذا شيء احنا نفتخر واحنا نوافق عليه، لأن يعني هذا الفريق البحرين الوطني بقيادة سيدي ولي العهد ومعالي وزير المالية استبقوا الموضوع بخطوة متقدمة. فاليوم أنت في حفاظك على الشارع الاقتصادي في مملكة البحرين، على وفرة السيولة في يدهم من خلال هذا القانون. فهذا كان الانصهار بالموافقة وبتمريره وبتفهم النواب وبدوره، تفهم من خلال لقاءاتهم المباشرة مع مواطنينهم أهالي دوائرهم. فهذه ينعكس بشكل مباشر على مثل ما قلنا في بداية الكلام، وأرجع أقولها دائما، إحنا ننعم في مملكة البحرين بقيادة واعية، قيادة حكيمة. أصبح الانسجام والترابط ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية في مصلحة من؟ مصلحة البحرين والمواطن. صحيح. يعني جميل جدا لما نتكلم عن التلاحم، جميل لما نتكلم عن الترابط، وجميل جدا لما نتكلم عن مساعي يعني جميلة يقوم فيها اليوم الجميع، وخاصة لما نتكلم اليوم عن صوت الشعب، نتكلم عن مجلس النواب. لكن احنا مشاهدينا قبل ما نستكمل حديثنا مع سعادة النائب عمار البناي، خلونا نشوف وياكم هذا التقرير وراجعين نكمل حديثنا. التكامل والتعاون التام هو ما يدفعنا للتقدم للأمام. هذه هي القاعدة وهذه هي الرؤية بين الشعب والحكومة لتجاوز تحدي فيروس كورونا بنجاح. فاليوم مجلس النواب ومن منطلق المسؤولية الوطنية للحفاظ على المجتمع يدعم الإجراءات الاحترازية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والعمل الدؤوب الذي يبذله فريق البحرين بكافة القطاعات والمؤسسات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تم توفير كافة الاستعدادات والخدمات التي يحتاجها الوطن للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره وفق برامج وخطط علاجية متقدمة. جهود مخلصة ومواقف وطنية من السادة النواب لتعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية لتخطي وتجاوز هذه المرحلة ومكافحة فيروس كورونا، ومساندة كافة الإجراءات والقرارات الوقائية والاحترازية المتخذة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين ومواجهة التحديات على المستوى الصحي بالدرجة الأولى، إلى جانب ما يتعلق بالاقتصاد الوطني. تاريخنا الوطني سجل لأهل البحرين مواقف عظيمة وأمثلة في التكاتف والتعاضد مكنت البحرين من تخطي العديد من التحديات. واليوم للمواطنين والمقيمين دور إيجابي
من خلال التزامهم بالتوجيهات والقرارات الرسمية، وهو ما يعكس مستوى الوعي الاجتماعي الذي يتمتع به شعب مملكة البحرين. عودة طبعاً لاستكمال حديثنا مع سعادة النائب عمار البناي. سعادة النائب، يعني لما نتكلم اليوم عن الكم الكبير من الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها مملكة البحرين، وطبعاً عممت هذه الإجراءات على الجميع بدون أي تفرقة على المواطن، على المقيم، على الوافد، إجراءات كثيرة، يعني في مجملها اليوم سعادة النائب لما نتكلم عنها، كيف نرى هذه الإجراءات الاحترازية، خاصة ما إذا تكلم يمكن تحديدا عن موضوع الفحص، الفحص اللي يمكن في كثير من الدول الأخرى اليوم يعني كان عندها تحفظات في إجراءها، لكن احنا شفناها على شكل يعني شكل وسيع جدا مملكة البحرين، والكل استفاد من هذه الفحص بالأرقام الهائلة والكبيرة اللي شفناها. يعني نفتخر احنا مثل ما قلنا ان يعني مملكة البحرين هي الآن تعد نموذج فيما تفضلتي يحتذى به. يعني المكتب الإقليمي للشرق الأوسط متوسط منظمة الصحة العالمية أشاد من بداية تعامل مملكة البحرين للإجراءات الإضافية اللي نطلق عليها، اللي كان في اعتماد مملكة البحرين اللي هي في منع انتشار هذا الفيروس. فبداية كانت من يعني يمكن آخر شيء كان اللي هو ذكر المخالطين للمرض وين تواجده وترقيم الحالات. هذا النموذج لم يعمل فيه في أي مكان ثاني. فالإشادة اللي وصلنا لها بهذه الطريقة كانت شيء متميز، وبدأت الاتصالات من قبل بعض الدول لأخذ طرق التعامل مع ما تعاملت مع مملكة البحرين. الأساور اللي بالأمس طلعت أن يكون في أساور تركب لكل من في الحجر المنزلي، احنا لله الحمد في مجتمع واعي. نشوف يمكن اللقطات عبر شاشة تلفزيون مملكة البحرين، في وعي كبير لدى المجتمع البحريني بالحفاظ على أنفسهم في بيوتهم، ولكن أيضا من الإجراءات الاحترازية كانت الأسويرة اللي هي يلبسها اللي في الحجر المنزلي. أيضا من بعض التوصيات اللي وصت فيها منظمة الصحة العالمية، الآلية اللي وضعتها مملكة البحرين منذ البداية في إجراءات مطار البحرين الدولي، هو كمنفذ أو إن كان منفذ البري أو جميع المنافذ في الرصد والمتابعة من خلال المنافذ، تنتقل تجربة مملكة البحرين إلى دول العالم لكي تكون نموذجا يتعاملون فيه، خصوصا بعد الأرقام المطمئنة اللي تطلع بشكل يومي من خلال المؤتمر الصحفي، المؤتمر الوطني. هذه الأرقام مطمئنة جدا لمملكة البحرين. نعم سعادة النائب، يعني بما تفضلت فيه طبعا ذكرت اللي هو موضوع الأساور، وهو إجراء يعني أيضا احترازي للحد من الانتشار، وهو مرتبط يعني بالتطبيق اللي تم إطلاقه من قبل الحكومة الإلكترونية، تطبيق يعني مجتمع واعي. للأمانة هي تجربة رائدة لمملكة البحرين. احنا يعني عندنا تقرير، مجهزين تقرير عن ذي الموضوع تحديدا، ومشاهدين الكرام نشوف معاكم ذي التقرير اللي يتكلم أكثر ويفصل أكثر الآلية المستخدمة عن طريق لبس الأساور. نشوف هذا التقرير ونرجع نستكمل حديثنا مع سعادة النائب. ضمن منظومة عمل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 والهادفة للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز آلية المتابعة التي تلتزم بها وزارة الصحة مع كافة الحالات، وفرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدفعة الأولى من الأساور الإلكترونية المساهمة في تعزيز دقة التطبيق مجتمع واعي على متابعة التزام الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بالحجر الصحي أو المنزلي. هذه الأساور الإلكترونية التي يتم ربطها بالتطبيق عبر أجهزة الهواتف الذكية، قد أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد كيفية استخدامها بإرشاد جميع الحالات الخاضعة للحجر بخطوات تفعيل السوار، بتفعيل موقع الحالة مع فتح خاصية البلوتوث وفتح نظام تحديد المواقع والإنترنت في هواتفهم،
كما يتوجب على الحالات التي تستخدم هواتف الآيفون ضبط خيار السماح بالوصول إلى الموقع على التطبيق إلى السماح دائما، وبمجرد وصول الحالة للحجر الصحي أو للحجر في المنزل يتم اختيار تحديد الموقع. وأضاف القائد أن هناك خطوات يتوجب على الحالات الالتزام بها، ومنها التأكد من شحن الهاتف بانتظام والتحقق من فعالية الاتصال بالإنترنت، مع التوضيح أن وزارة الصحة قد تطلب من جميع الحالات المشتبه بها والخاضعة للحجر التقاط صور عشوائية لهم وإرسالها لضمان وجودهم في الحجر، مع التأكيد على ضرورة أن تقوم هذه الحالات وقبل 3 أيام من انتهاء فترة الحجر الصحي المنزلي بالاتصال على الرقم 444 لترتيب موعد لإجراء فحص عينة جديدة. وأشار القائد إلى أن الاستعانة بالأساور جاء بهدف ضمان سلامة الحالات المشتبه بها، ومن أجل ضمان سلامة وصحة عائلاتهم والمجتمع ككل، كما سيعطي المجتمع المزيد من الأمان والاطمئنان بشأن العملية الوطنية الخاصة بالرصد والتتبع. حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا انا والله ودي اشكر فريق الاعداد على هذه التقارير الحلوه والجميله والمواكبه، ويعني الحقيقه يعني فاجئونا بهذه التقارير الجميله واللي ما خلت اي مشروع اي مبادره في 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 مبادرات الفريق الوطني لمواجهه فيروس كورونا الا وكاميرا يعني تلفزيون البحرين كانت متواجده. بنرجع لك سعاده النائب بنوصل حديثنا، بس قبل ما توصل حديث ترى يعني انا ابي اشكر هالجهد الكبير اللي بذله فريق الاعداد، هذه واجب الله يسلمك. يعني انا من هالمكان وانا اعرف ايش قاعدين تبذلون مجهود في سرعه التعامل، فالف تحيه لكل الطواقم الاعلاميه في وزاره الاعلام، في اداره الاخبار، اداره التلفزيون. للامانه كل كلمات الشكر فهي قليله في حقكم، من يعني سعاده الاخ وزير الاعلام الى اصغر موظف في الوزاره، الف شكر لكم على الدور الكبير اللي تبذلونه. نعم احنا نشكرك طبعا، هذه واجبنا سعاده النائب. احنا يعني في الفتره الاخيره لاحظنا يعني التجاوب من قبل مجلس النواب للمشاريع المقدمه من الحكومه الموقره مشاريع بالقوانين، وايضا شفنا المقترحات المقدمه من قبلكم للحكومه الموقره، لكن في ضمن المشاريع المدرجة لجلسة مجلس النواب ولربما أن يتم مناقشته في الأسبوع الجاي هو مشروع قانون، أعتقد مشروع قانون التطوع الأمن العام. نعم. ممكن تكلمنا، هو يعني صراحة يعني في ظل الظروف اللي احنا قاعد نعيشها احنا دائما نتكلم عن التطوع، أن المجتمع يحب التطوع، المجتمع البحريني. كلمنا أكثر عن هذا المشروع أهميته. أخوي بسام، ترى التطوع إحنا عندنا في مملكة البحرين ترى ما يحتاج حق الناس على التطوع، هي مجرد إعلان التطوع وصلنا فوق 30,000 في الساعات الأولى فقط. في الساعات الأولى، فإحنا يعني كمجتمع متكاتف متكافل الله لا يغير علينا في مملكة البحرين على هالنعمة اللي إحنا موجودة عندنا. إذا بنتكلم عن قانون الأمن العام التطوع واللي هو الآن معروض بإذن الله سيدرج على الجلسة القادمة بيوم الثلاثاء القادم، انتهت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني من دراسة هذا القانون، وهذا هو يتماشى تماما مع ما نحتاجه في هذه الفترة. في بنود كثيرة، في مواد كثيرة في هذا القانون، يمكن من المواد اللي موجودة بأن العمر يكون 21 سنة، 18 سنة كان 21، تم التعديل عليه من قبل لجنة الخارجية بتعديل هذه المادة لكي يكون العمر من 18 سنة ويوم بالإمكان أنه يسمح للتطوع. هذا ما أنا أتكلم عنه ما بين العلاقة الجميلة
والتكامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. اليوم يمكن أن تكلمت في هذا الموضوع في أكثر من مرة يعني. أنت لو تشوف دول العالم، البرلمانات اللي في دول العالم تشوفها دائما هي ضد الحكومات، تشوف دائما كأنه يتصيد على الحكومة. أمانة يعني ننقل لك صورة، أنا من السلطة التشريعية، إحنا ما تقدمنا إلى السلطة التنفيذية بشيء وقالت لنا لا. ففي تجاوب كبير وتناغم، وكأن يعني السلطة التنفيذية والقيادة الحكيمة تقرأ ما يطرح من اقتراحات ويصل لها ما يقدم من خلال مجلس النواب. وهذا ما ذكر يمكن في الحزمة المالية الأخيرة اللي طلع فيها في الجلسة الماضية، وكان معالي وزير المالية يتواجد معنا في الجلسة، فذكر بأن معظم القرارات التي تم اتخاذها في الحزمة المالية هي مستوحية من المقترحات اللي كانت بمجلس النواب. فإذا هذا هو التكامل الذي نتحدث عنه. نحن نتحدث عن قيادة واعية حكيمة إنسانية، نتكلم عن الإنسان هو محور وهم وفكر القيادة. فأي شيء بيكون من بعده، لأن أنت اليوم أي شيء إحنا نتقدم فيه كمجلس تشريعي الحكومة يعني يا دارستها وبتقوم فيه أو بتقول لك نعم بناخذ بيدك وبنقدم الأفضل لأن البحرين يستاهل. صحيح، يعني ما أعتقد في أفضل ولا أجمل من هذه الكلمات الجميلة نحن نقدر في يعني نختم فيها فقرتنا. فعلا البحرين تستاهل، وكلنا قاعدين نعمل من أجل البحرين. يعني مهما كنا وين ما تواجدنا، إن كنا نعمل في مؤسسات، إن كنا أفراد في البيت، حتى اليوم يمكن الصغار شاعرين أيضا بهذه المسؤولية الكبيرة. إحنا جدا شاكرين وجودك معنا سعادة النائب، ويعني سعيدين جدا بكل ما تفضلت فيه يعني من خلال هذه المداخلة أو من خلال خلينا نقول يعني هذه الحوار الجميل اللي صار. يعطيك العافية وشكرا جزيلا لوجودك. وأقول كلمة واحدة، تفضل، هي البحرين تستاهل، وإحنا كلنا أرواحنا فدى لها الأرض وقيادتها. طبعاً يعطيك العافية. شكرا لك سعادة النائب عمار البناي على تواجدك معنا، وإن شاء الله لنا محطات ثانية للحديث أكثر عن مشاريعكم في المجلس. طبعا مشاهدين الكرام بنطلع معاكم من خلال هذا الفاصل ونعود أيضا، نطلع في هذا الفاصل ونرجع مرة ثانية. أولاً المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال، لكن للظروف الحالية نحن نتحدث عن جائحة. يا هلا، إيه كلهم؟ إن شاء الله أحب خبرهم. مع السلامة. العبود العبود العبود، سمعت آخر خبر يقول لك حصلوا علاج وبيجربونه على 250 شخص، بس ما عارفوا بشن بيبيعونه. إن شاء الله يطلع صج عاد. العبود طلع سكت ويت، شوفها شوفها. من وين لك الأخبار؟ جروبات لها الربع. يا يمعة خليك حريص على الناس، ايش بيصير اذا التزمت بالاخبار الرسميه؟ كثيرة هي الشائعات خصوصا في الأزمات العالمية والصحية بشكل خاص، لكن من منبرنا الإعلامي واجب علينا أن احنا نرد عليها، وما نرد عليها يعني من خلال، بل نرد عليها من خلال أهل الاختصاص، ونعطيهم هم المجال للرد على مثل هذه المفاهيم غير الصحيحة والأكاذيب اللي للأسف أنها قاعدة تنشر الخوف والهلع في المجتمع. صحيح، بالفعل يعني يمكن كثيرة هي الشائعات اللي قاعدين نسمعها يوميا، ولكن يمكن الإشاعة راح نتكلم عنها اليوم هي إشاعة إيقاف الحج، أو أنهم راح يوقفون الحج بدون تحديد السبب.
طبعا هذا الشيء اكيد يمثل خوف واستغراب عند الكثير منا، خاصه يعني طبعا احنا كمسلمين اللي نحرص على اداء هذه الفريضه سنويا. لكن فريق الاعداد بحث وحصل على فيديو وتصريح من قبل وزير الحج والعمره في المملكه العربيه السعوديه اللي قال فيه ان طلبنا من العالم التريث في ابرام عقود الحج حتى يتضح مسار الوباء، واضعين نصب اعيننا سلامه ضيوف الرحمن والصحه العامه في العالم كأولوية. خلونا نتابع هالفيديو ونرجع لكم. أولا المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال، لكن للظروف الحالية نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة الحقيقة نسأل الله السلامة منها. المملكة في كامل استعداداتها لحقيقة حفظ صحة المسلمين والمواطنين، لذلك نحن طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا البلاء، وإن شاء الله نكون جميعا سالمين. مستمرين معاكم طبعا. انا رقي يعني لفت انتباهي مقطع فيديو يعني وانا اتابع السوشيال ميديا والاعلانات عن بعض المنتجات والمكملات الغذائيه. احنا نروح ونرد على الاكل يعني لازم بس هالمره ادويه، يعني خلي بالك مكملات وادويه. اي نعم. طبعا هذه المكملات الغذائيه روج لها اصحابها بانها تساعد في الوقايه من فيروس كورونا. صحيح بسام، يمكن مثل ما قلت يا مكثر هالإعلانات هالأيام، وعشان نتأكد من سلامة هذه المنتجات والمكملات الغذائية قبل ما نتسرع ونشتريها، خلونا نسأل الدكتورة هالة رضي طبيبة الأنف والأذن والحنجرة مدى مصداقية وصحة هذا الكلام. دكتورة هالة، شنو رايك في اللي يسوقون للمنتجات والمكملات الغذائية في هذه الفترة كواقي من فيروس كورونا؟ تفضلي دكتورة. أوكي. طبعا مشكلة استخدام أو صرف الأدوية أو المكملات الغذائية خاصة في المواسم اللي تكثر فيها الأمراض مثل الوضع اللي احنا الحين فيه، أو حتى أثناء الإنفلونزا الموسمية اللي تحدث كل سنة، فهذه طبعا مشكلة، وهذه الغرض منها كله تجاري. لازم الناس يعرفون أن استخدام المكملات الغذائية ما إليه فائدة إذا تم استخدامه مثل المضاد الحيوي مثلاً، هو مو مضاد ممكن أني أحطه مع مضاد وأستخدمه لمدة أسبوع أثناء مثلاً الإنفلونزا أو أثناء نزلة برد عادية. لا، المكمل الغذائي هو اسمه مكمل غذائي، يعني هو جزء من خطة من نمط حياتي متكامل. لا يمكن بناء مثلاً فيتامين سي أو الكالسيوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو مثلاً فيتامين دال أو مجموعة فيتامين باء أو الحديد، لا يمكن بناءها مع الاستخدام لمدة 10 أيام أو أسبوعين حالها حال مثلاً أنتيبايوتيك أو شيء. هذه تحتاج إلى خطة غذائية متكاملة لازم يتم استخدامها إلى فترات طويلة، مثل ما الجسم أخذ فترة طويلة حتى يفقدها، فعلشان أردب بها مرة ثانية أحتاج إلى وقت طويل جداً. فلما تكون هذه المكملات كخطة جزء من خطة علاجية فهذا الكلام تماماً غير صحيح، وهذه هي التكامل. يعني أنا ما أقدر أجيب مثلاً الكالسيوم يقول هو يعالج مشاكل العظام والمفاصل، هذا الشيء غير صحيح. الكالسيوم يشتغل مع فيتامين دي، ما أقدر أجي وأقول أن فيتامين سي لحاله هو علاج إلى نزول المناعة، لا، لازم نقول أن المناعة في إليها رياضة، في إليها النظام الغذائي المتكامل، نمط الحياة، نشيل من أكلنا الأشياء الغير صحية، الموضوع كله متكامل. أما أن أني يجي مثلاً شخص يجي يقول لي استخدمي غرغرة ومضاد وروح استخدمي 10 أيام فيتامين سي أو كالسيوم أو حديد، فهذا الكلام غير صحيح، وهذه تعتبر من أكثر الشائعات اللي تنتشر في أي وقت يكون في عندنا وباء أو يكون في عندنا شيء منتشر، سواء كان إنفلونزا أو التهابات الإذن أو التهابات الجهاز التنفسي عموماً، فهذا الكلام غير صحيح. شكرا لك دكتورة هالة رضي على هذه التوضيح. مشاهدينا، مهما طولنا في الحديث عن منجزات قوة دفاع البحرين ودورهم الأساسي ما راح نوفيهم حقهم بسام. أكيد رقية، في وقت السلم كانوا ولا زالوا جنود البناء وشركاء النهضة والارتقاء بهذا الوطن، كذلك في وقت الحرب كانوا ولا زالوا بواسل ورجال في كل الميادين، واليوم في مجال الصحة ضربوا
أروع الأمثلة. بالفعل طبعاً جنودنا قدوة لكل مواطن غيور على وطنه، وهم كفاءات وطنية نفتخر فيها جميعاً، ونفتخر أن نشوفهم ويرفعون اسم البحرين دوم عالياً. الوطن دائماً يحتاج إلى أبنائه ويكونون بارين فيه بهذه الطريقة اللي احنا نشوفها خلال هذه الأيام، بارين فيه بعملهم وعلمهم واجتهادهم وكذلك التزامهم. أبناء البحرين يا بسام في الصف الأول، خلونا نكافئهم بأن احنا نتم في البيت، بأن احنا ما نضيع كل هذه الجهود اللي يقومون فيها. نعم، وفي النهاية نشكركم مشاهدين الكرام على متابعتكم لحلقة اليوم، ونشكركم كذلك على التزامكم بالإجراءات، وإلى اللقاء. مع السلامة.